ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني الدرجة الأولى الجولة 25 وين سألنا وين ريال مدريد وين كان في بداية المباراة خوسليو اللي كان سجل هدف الدقيقة 8 لإسبانيول سألنا كيفاش وين فينيسيوس اللي عدل النتيجة في الدقيقة 23 وان يدير يعني وين يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39 يعني وين انتهى الشوط الأول بهدفين لهدف يعني الشوط الثاني شاهدنا فيه يعني عدة فرص يعني قلنا نقولوا بلي عدة فرص لأن يعني المباراة كانت صعبة نوعا ما يعني كانت نقولوا بلي رغم أن وين 66% نسبة استحواذ ريال مدريد وين أنشيلوتي اللي دخل بخطة يعني 4-3-3 شاهدنا 582 تمريرة لريال مدريد إسبانيول شاهدنا وين دخل بخطة 4-4-2 يعني وين نقولوا بلي 224 تمريرة 34 نسبة استحواذ يعني كانت مباراة اللي كانت سيئة مباراة اللي شاهدنا هدف ثالث يعني في الأنفاس الأخيرة للمباراة شاهدنا تيبو كوارترا في الحراسة داني كارفاخار يعني وين شاهدنا إيدير المسجل هدف ثاني شاهدنا كيفاش ناتشو شاهدنا وين إدواردو لوكا مودريتش يعني وين شاهدنا توني كروز يعني وين فيدريكو رودريغو وفينيسيوس يعني وين غياب بنزيما شاهدنا ماركو للدخول داني أنطونيو شاهدنا ألفارو رودريغيز اللي دخل في الدقيقة 90 يعني شاهدنا ماركو اللي سجل هدف في الأنفاس الأخيرة شاهدنا فيرناردو يعني من جانب إسبانيول أوسكار شاهدنا سيرجيو شاهدنا سيزار ليناردو روبن فينيسيوس يعني وين خوسي مارتين وخوسيلو اللي سجل الهدف الاول هذه هي وين شاهدنا وين رونيال شاهدنا ليكاس يعني خوسي شاهدنا دخول لاعبين يعني لكن بدون جدوى هذه هي المباراه وين في الجوله 25 ريال مدريد 3 اسبانيول هدف الدور الانجليزي ممتاز الدور الاسباني الدرجه الاولى. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحي.